كده متجه للمطبخ من هنا. اتفضل. انا اسف جدا، انا اسف جدا. اتفضل. يعني مش عارف انا اشكر حضرتك ازاي. اتفضل يا استاذ. اتفضل. اتفضل. شكرا. ولا يهمك ولا يهمك. القله وقعت. القله. ايوه. انا اسف جدا. اتفضل حضرتك. اهلا وسهلا، منور. اعرفك بنفسي، انا زكي الشواف. دوت كوم. اهلا وسهلا يا استاذ زكي. اهلا وسهلا حضرتك، منور يعني. الله يخليك. مرحبا يا استاذ زكي. الله يرحب بيكي. الله يرحب بيكي. اه كفايه القله اللي اتكسرت يعني. استاذ عادل، هي العروسة موجودة معانا هنا؟ لا حضرتك، دي مامة العروسة ومامتي في نفس الوقت يعني. اهلا اهلا يا حماتي. استاذ عادل، ممكن تاخد الكرتونة دي؟ يعني فيها حاجة كده على قد بوسو. حضرتك جايب لنا ايه يعني، كرتونة بيض؟ لا لا، ده الكيبورد، لوحة مفاتيح يعني. يا سلام، جايب هدية في أول زيارة، لوحة مفاتيح. يعني في الشبكة هتجيب لها ايه بقى؟ هتجيب لها ماوس؟ مساء الخير. مساء النور. وعود عود يا سناء، عود. اهلا 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 يا استاذ. عود 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 حضرتك. اهلا يا استاذ سناء. اهلا بيك، منور بيتي يا استاذ شواف. اهلا وسهلا حضرتك. بقى افهم يعني حضرتك بتشتغل ايه ان شاء الله يا استاذ شواف؟ والله يا استاذ عادل، مشكله البطاله في البلد دي بقت شيء فظيع فظيع فظيع. يعني افهم من كده ان حضرتك بتشتغل قطاع خاص يعني؟ لا يا استاذ عادل، انت عارف ان القطاع الخاص محتاج ياس مال كبير كبير كبير. ياس مال وكبير. يعني حضرتك لا قطاع عام ولا قطاع خاص، امال ايه يعني؟ قطاع الانتاج. يا على دمك السكر يا استاذ عادل. لا بصراحه يعني تقدر تقول ان انا ببني نفسي بنفسي. بتبني نفسك بنفسك؟ انا لغايه دلوقتي مش فاهم يعني حضرتك بتشتغل ايه. بصراحه يا استاذ عادل وبكل صراحه، انا خالي شغل. خالك شغل. وعم عاطل. حضرتك بعيدا عن خفة الظل اللي واضح انك بتتسم بيها يعني، وتقول حاجات وتضحك عليها لوحدك يعني، انا يعني مصدر دخلك ايه يا استاذ؟ ماما. قصدي يعني المعاش بتاع ماما. احنا عايشين عليه، وربك ما بينساش حد من غير عشاء. وقصده يعني ان ربك يعني ان شاء الله هيسهله ويلاقي الشغل ان شاء الله وهتتعدل. بقول لك ايه، انت هتدافع عنه من اولها. طب يا استاذ حضرتك عندك شقه ولا ايه ظروفك؟ الشقه الشقه حلوه وجميله بصراحه يعني. شقه تيض ضيوح. اقعد بس اقعد والنبي عشان ما تخبط لناش الشقه. حضرتك انت بتبص على الشقه بتاعتنا؟ لا انا بكلمك انت نفسك، عندك شقه؟ بصراحه استاذ عادل وبكل صراحه، مشكله السكن بقت حاجه قميئه 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 يعني. انا وماما قاعدين في اوضه واحده وبالايجار كمان. يا عيني يا اخويا. امال انت حضرتك يعني ناوي تتجوز فين ان شاء الله؟ انا شايف ان الشقه جميله صراحه كده. الشقه دي تيض جوح. اقعد 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 يعني حضرتك طمعان انك انت تسكن معانا في الشقه هنا. دي حاجه جميله قوي. اتفضلي يا ستي اتفضلي. عموما انا مش عارف اقول لك ايه يا استاذ زكي، بس كل اللي اقدر اقوله لك، فرصه سعيده جدا، وتفضل حضرتك. يا استاذ عادل، طب دلوقتي انا يعني عايز اعرف استاذ عادل. استاذ عادل ده ماشي تبع يعني هكون نزلت في البلكونه. تعالى يا استاذ. اتفضل يا استاذ. استاذ عادل، طب يعني انا هاخد الياد دي امتى؟ لا حضرتك هتاخد الكيبورد اللي انت جبته. جايب كيبورد؟ ده استعمال طبيب، ما مشيش كتير. اتفضل حضرتك. شكرا. شكرين قوي. طب يعني مش هتديني ياد دلوقتي؟ لا ياد هفكر وبعدين ياد عليك. ماشي يا استاذ عادل. اتفضل يا سيدي. ماشي. انا مشيت ذوقك معايا. اتفضل. ده ايه ده؟ مش وقع على السلم؟ ده اكيد حد ضربه بخنجر ولا حاجه. الحمد لله خلصنا منه. انا شايفه انك كنت قاسي عليه وجرحت احساسه. احساسي يا ام احساس؟ هو ده عريس؟ ده واحد لا عنده شقه ولا عنده شبكه ولا عنده فلوس ولا عنده وظيفه. ارضلك ازاي بحاجه زي كده يا ماما؟ بصي من الاخر، وزي ما بقول لكم اهو، الجوازه دي لا يمكن تتم ابدا يا سناء. بقى كده يا عادل؟ طيب انا هتصيف معاك.
تفتكر يا رمزي اني ظلمت سناء اختي؟ لا يا دولا، انت كده ظلمتني انا. انت تعملي فيها عبد الحليم؟ ظلمتك في ايه يا دولا حبيبي؟ مش انا كنت اولى بنقنق دي من المقشفر دون وانا وهو مقشفرين اهو. يا سلام. بص يا رمزي، انتوا الاثنين زي بعض زباله. السلام عليكم. ازيك يا عادي؟ ازيك يا رمزي؟ اهلا اهلا اهلا. عادي يا سناء عادي. عادل، انا قلت اجي هنا واقعد معاك واتكلم معاك بهدوء. بص يا سناء يا حبيبتي، يعني انا شايف مصلحتك صراحة اكتر ما انت شايفها بجد يا سناء. انت شايف يا عادل ان مصلحتي انك تكسر قلبي يا عادل وتهد سعادتي؟ من غير بس ما تقعدي تتعمل والحاجات دي خالص. انا شايف مصلحتك. شواف ايه يا سناء؟ شواف ايه ده؟ ما بيشوفش يا ماما. ما انت عارف يا عادل، ملاية النت عمية. عمية عميتي؟ ده كسر نص البيت. يعني كان فاضل يبقى ايه كمان عشان تتاكدي انها عاميه؟ عاميه عادل خلاص، انا خدت لك ميعاد منه وهو جاي حالا دلوقتي هنا. جاي فين؟ هنا. ازاي يا سناء؟ اذا كان في البيت وكسر فازه ولحقته قبل ما يكسر الترابيزه ويكسر بقيه العفش، هيجي هنا في البازار؟ البازار كله تفاصيل صغيره يا ماما. وحياه سناء عندي لو كسر حاجه لا كسر دماغه. تكسر دماغ مين؟ الهي ربنا يكسر قلبك. دي مسائل عائليه تدخلش بيني وبين اخويا. يا ساتي يا ساتي. اثبت مكانك، اثبت مكانك. ازيك يا استاذ عادل؟ اهلا اهلا. على فكره مش هو عادل، انا عادل. ايه ده؟ وما سلمت على مين؟ انا الاستاذ رمزي. رمزي؟ انا سامع صوت الاستاذه سناء هنا. ازيك؟ يا سلام، اشمعنى دي يعني اللي سمعت صوتها وشفتها؟ الحمد لله انا كويسه يا استاذ شواف، وانت عامل ايه؟ انا كويس قوي 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 قوي. ايه الكرتون اللي انا عايش فيه؟ ولا رمز ولا انت يا عم، انت يا عم اللي بتلعبه انت. ولا ايه دول؟ روح هات حاجه ساقعه للاستاذ. إيه مفيش مشاريب يا عم، من ساعه ما دخل الزفت دون ومفيش مشاريب. الميه قطعت. ميه قطعت؟ اتفضل يا استاذ اقعد، اتفضل. روح هات له حاجه ياكلها، روح هات له حاجه ياكلها. شكرا يا استاذ عادل، انا مش جاي اكل ولا اشرب، انا جاي اتفاهم معاك في موضوع، لان الموضوع بتاعي ظاهر فيه حاجه جديده. مش انا قلت لك يا عادل اصبر عليه شويه. اصبر انت عليا لغايه اما افهم منه. حضرتك يا استاذ شواف، شفت شقه ولا ما شفتش؟ مش كده بالظبط، يعني بلاش الشقه، هل مثلا حضرتك شفت شغلانه من خلالها تقدر تقبض وتقدر تصرف على نفسك وتدفع ايجار شقه جديده مثلا ولا حاجه؟ لا، الموضوع ما وصلش للدرجاندي. للدرجاندي؟ اه يا دولا، يبقى هو بقى شاف مشتري للشقه بتاعتك علشان يبيعها وتبقى مقشفر زيه. اخرس انت، اخرس انت، انا حلاقيه منك ولا من القرشانات اللي في البيت. خلاص خلاص خلاص، قول لنا بقى يا استاذ شواف، هي فزوره؟ ما تقول ايه الجديد اللي عندك؟ اصل انا حكيت الموضوع لماما فهي قلبها يا وقلبها حنة وخايفة على فيائي. انت عارف قلب الام يا استاذ عادل. ايوه، يعني والدتك قالت لك تجيب سناء بعد ما تتجوزها وتقعدوا عندها في الاوضه اللي انتم مأجرينها؟ بالعكس، اصل ماما موسية. ماما؟ لا بس انت اتكروتني. ماما ايه؟ ماما موسية. موسية؟ ايوه. اتفضل تقعد معانا ومع حضرتك في الشقه، ولازم احترم رغبتها. انت عارف قلب الام بقى. ام مين وقلبي مين؟ ماما ايه؟ ماما موسية. بقول لك ايه يا ننوس عين ماما، الشقه بتاعتنا مش ناقصه، روح انت اقعد جنب ماما. والله يا نقنو، انا قلبي ما كانش مطمن من ساعه لما الراجل ده دخل البازار، وانا الفرع على فكره بيلعب في حبي قوي يا جماعه. على فكره يا جماعه، ليه ده كله؟ ده احنا هنبقى قشيه واحده ولا ايه يا استاذ سليم؟ ما تجيبش سيره اسمي على لسانك، ما تنطش اسمي. إلهي إلهي، كسرت قلبي. إلهي تتشل في ايدك ورجليك الاربعه مع بعض. ليه يا رحماني؟ بقول لك ايه، انت مش فاهم ولا ايه؟ قالت لك إلهي تتشل، عايز ايه اكتر من كده؟ دعيت عليك، اتكل على الله بقى يا عم. يلا اتكل على الله، غور. خد يا رمزي، اتكل على الله، غور غور. ده غبي قوي غبي قوي. تاكدوا بقى وبصياحه وبكل صياحه ان انتوا بخشيتم فرصه ذهبيه. ذهبيه مين ده؟ انت مش محصل فرص وقشره، ده انت مش محصل حديد ظهر. مين دي اللي خسرت؟ ده انت إيه؟ خلاص يا نقنق، خلاص يلا يلا يلا، خلاص يا نقنق، خلاص يلا. انت مين؟ انا واحد سحبك. اه السحاب بتنفع. والنعمة انتوا خصيانين، انتوا خصيانين. خليك يا نقنق يا حبيبتي، خليك يا نقنق يا حبيبتي. خلاص خلاص، اهدي يا سناء اهدي اهو. الحمد لله ربنا كشفه لنا اهو من بدري. يا 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 يعني هي جت على الريه بس؟ ده الريه والعين والغين وكله يا ماما. الحمد لله ماشي. نقنق حبيبتي، اظن بقى دلوقتي انت اتاكدتي ان اولى من الغريب، صح؟ ده انا عنس، ده انا يملحوني زي السردين جوه الصفايح. شوف قبل ما يا رمزي، ولو اني اتجوزك
ايه ده يعني موافقه؟ الحمد لله يا رب. يلا بقى يا جماعه نقرا الفاتحه.